طيب عندي اضافه بسيطه ابو زياد بس بسمع من اللاعبين لان هذول جزء من هم جزء الجمعيه هذه هم الاساس إيه؟ انا من لكن لا تكلم انت ما تبغى تتكلم تمشي لا مش اتكلم انت هذا من الكره السعوديه تخص انت مر الفني اتمنى لو فينا يا ابراهيم انت منا وفينا يا ابراهيم انت تتكلم سعودي احسن مني لا بالعكس ما قلت لك عتيبي من بدري الاصل الاولى منو انا قلت له عتيبي اصلي نعم صادق نعم والله شرق ليبيا كله اصلا من شبه الجزيره صحيح لو تتبع كذا تشوفني تلقى نفسك انت هناك لو تعرفون الليبيين حق الصيد وشيصان وطيور ومقناص نفس الشيء نفس يعني شرق ليبيا نفس يعني ليبيا الشرقيه عندنا الشيباني وعندنا السويدان عندنا لعب كثير والعنزي يعني غير عنزه طبعا القحوص وعندنا مثل العتيبي عندك العبيدات قبيله العبيدات تغيير الاسم فقط على فكره حتى اللهجه نفس الشيء عندنا شوف الجريش وعندنا قرصان تختلف الاسماء نفس الشيء طارق وش تسموه الحاله الحين اللي تعيشها الرياض؟ عج عجاج عج نفس عجاج نفس الشيء يعني يغير اسمك في الجرافكس الحين نكتب طارق العتيبي؟ والله عادي يشرفني يكون عتيبي ونعم والله ونعم تحيه للاتباع كل الاتباع ونعم والله وكل القبائل تفضل كابتن ابو زياد انا حبيت اقول